بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم المهندس رام شريم، مهندس معماري ومدرس لبرامج التصميم والإظهار المعماري المختلفة. درس اليوم راح أتناول موضوع جدا بسيط ومهم لنا بالشغل، اللي هو موضوع الباتش ريندر. موضوع الباتش ريندر بالنسبة لنا مهم، لأنه بقدر أني أعمل ريندر لأكثر من كاميرا، وجهت لهاي الكاميرا وهاي الكاميرا وغيرها الثالثة الموجودة عندي جوا هنا. لو حبيت بقدر أعمل ريندر لهذول الكاميرات واحدة ورا الثانية، يعني بقدر أخليهم ترتيب صور، يعني أرندر الأولى لما تخلص تنحفظ بملف، بعدها رندر الثانية لما تخلص برضو يحفظها، بعدها رندر الثالثة. وهيك أنا أصلا بكون مش موجود عند الكمبيوتر، بقدر أطلع أو أشتغل على أوتوكاد أو أي برنامج تاني أثناء هاي العملية بدون ما أحكي الهم الماكس شو بعمل. يعني مش مضطر اني اعمل بيبي سيتنج لل 3 دي ماكس واتمنى على جنبه وهو بيرندر. طيب لو جيت الكاميرا الاولى هون كنت شفته اف، اخذت السيف فريم، خلينا نحكي زي هيك، حبيت اني ارندر هذا المشهد واللي بعديه واللي بعديه. اول خطوة راح تلزمني اني اروح اضبط اعدادات الرندر. هلا بهاي الحالة انا ضابط اعدادات الرندر ومجهزهم، مش هيرندر لي رندر تيست. فأول إشي راح يلزمني إن أعمل سيف ريسيتس، يعني إعدادات ريندر تكون جاهزة أنا أجهزها لهاي العملية. بروح بكبس هون، بحكي له سيف ريسيت، بروح مثلا على الديسكتوب بسميه تيست ريندر، تيست ريندر ريسيتس. هلا هاي أنا أصلا حافظهن هون على الديسكتوب عندي، بقدر أجي أحكي له سيف فوق هاي، يعني هون بقدر أحكي له You wanna replace it؟ اوكي بدي اعملها ريبليس. اعمل كل هدول، بدك اياني اسيف لك الكومن والافكتس والانفايرمنت وغيره بقيه الاسماء، بحكي له اوكي سيف ما عندي مشكله. فهون مثلا حبيت اني اغير الصوره 800 ب 600 او غيره، حبيت اني ارجع للاعدادات نفسها، بقدر اجي احكي له لود بريست، دبل كليك على هاي احكي له اوكي لود، برجع للاعدادات الاولى او خلاص بقدر ارد ارجع لها من هون، هي اسمها صار موجود. طيب بعد ما عملت لود وضبطت اعدادات الرندر، راح يلزمني اروح اعمل على قائمة ريندرينج باتش ريندر، بعديها هون بتطلع لي هاي القائمة. هلا هاي القائمة بتكون عندكم اصلا انتو بالوضع الطبيعي بتكون صغيرة زي هيك، بقدر اني اكبرها مشان نقرا مع بعض شو اللي بده يصير. اول اشي انا بدي مشهد او اي كاميرا بدي ارندر او شو اسم الكاميرا اللي انا بدي ارندرها، بحكي له اد الكاميرا الأولى، عم بسميه المشهد سميه فاينل شوت. بعدها بروح بعمل مثلا output path. الاوتبوت باث معناته لما ارندر لك هاي الصورة اللي انت حطيتها او سميتها فاينل شوت، وين بدك اياني احفظ لك اياها؟ بروح بكبس البراوز، بروح مثلا على الديسكتوب بدي اعمل فولدر جديد اسمه رندرز، خلينا نحكي له باتش رندر، باتش ريندر. انا بدي صورتي تنحفظ جوا الفولدر تبع الباتش ريندر، بدي اسمها يكون ريندر 1، انا بقدر اسميها مثلا فاينل شوت. صيغتها بديها تنحفظ بصيغه بي ام بي، تقدر تحفظها بالجي بي جي والبي ان جي، اي شيء بدك اياه انت او تي اي اف، انا هون بدي احفظها بي ام بي. احكي له سيف، احكي له اوكي. هلا عندي الكمبيوتر، راح يروح هون على الباتش ريندر هذا الفولدر، رح سيف لي هون صورة جوا ملف الباتش ريندر اللي موجود على الديسكتوب، بسمي لي اياها فاينل شوت. طيب لو اجيت هون قلت له بدي اياك ترندر لي من اي كاميرا، بدي احكي له بدي اياك ترندر لي من الكاميرا كلوز شوت. طب انو هي الكاميرا كلوز شوت؟ هي هاي الكلوز شوت اللي انا هلا مختارها. فهون بتبين عندي قديش مهمة اسماء الكاميرات، زي ما كنت عامل بالدرس الاول او الثاني بهاي السلسلة تبعت 3 دي ماكس تريكس. سين ستيت رح يكون لها درس خاص فيها ان شاء الله، هو الدرس القادم على الاغلب الا اذا كان البروكسي. طبعا كلياته بتحدد حسب انتم رغبتكم وتصويتكم للطلاب. البريست اللي انا بدي استخدمهم، اعدادات الرندر اللي بدي ارندر فيها هاي الصوره، بدي اياهم تيست رندر بريسيتس. طيب بعدها بدي اروح اعمل يعني صوره ثانيه ترندر، احكي له اد الفيو الثاني بدي اياه يتسمى مثلا سكندري، او خلينا نسميه سكند شوت. سكند شوت الاوتبوت برضه بدي اياه يجي عندي هون، اسميها مثلا
نفس الفولدر، راح الديسكتوب، ملف باتش ريندر، احكي له سكند شوت، احكي له بدي اياك تنحفظ بي ام بي، هاي سيف. اوكي رح نعمل واحدة ثالثة نسميها مثلا انتيريور شوت، بس انا هلا غلطت اشي. انتيريور شوت اللي غلطته على السكند شوت ما حددت شو هي الكاميرا، فبالتالي بدي ارجع على الكاميرا احكي لها اريال، والبريست تيست ريندر. على الانتيريور شوت بديها تكون عندي رندر للكاميرا الانتيريور. انا هون طبعا الاسم هذا، ما الاسم اللي هو انا ما الهوش دخل هون، بالتالي بقدر اسميها انتيريور كاميرا. ها هي انتيريور كاميرا، بس انا دائما بحب اسميهم بنفس اسماء الكاميرات مشان يتم انديكيتر اني ما انساش. هي انتيريور شوت. البريست تست ريندر، والاوتبوت برجع على الديسكتوب باتش ريندر احكي له ريندر 3، او بدي اسميها مثلا انتيريور. خلاص انتيريور صيغه بي ام بي. هي سيف، هي سيف. هلا بجي بحكي له اعمل ريندر. الجهاز مباشر رح يفهم انه انا رح اعمل لك ريندر اول. حروح عندي هون على باتش ريندر، رح سيف لي الصورة أول ما تخلص بهذا الفولدر. رح أسكره مشان تيجي أنا لما نخلصها. وأنا هون صغرت الماكس، واللي هي من الحركات شوي صغيرة هبلة، المفروض ما صغرش الماكس. عمر شغال بالريندر، أحيانا بكون في بق صغير إنه برضاش يطلع، مش إشكالية يعني. هون رح أرد أرجع من هون. رد نصغره كمان مرة. يلا على الباتش ريندر، هي سيف لي الصورة هون الفاينل شوت. يعني أول ما أخلص الصورة الأولى أخذها وسيف لي إياها هون بصيغة البي أم بي. لو رجعت له هون لما يخلص الصورة الثانية هو رح يرد يفتح. يعني هي من الشغلات اللي بتضايق بالشغل، إنه الماكس لما يتصغر من هون وهو برندر أحيانا صعب إنك ترد تفتحه. ما بعرف إذا أنتم بتعرفوا لها حل، بكون مشكور إذا حدا بيعرف يحكي لي عنه. بس بالمجمل هاي هي. هلا إذا خلص الصورة الثانية أول ما يرندرها رح يجي يسيف لي إياها هون. هون الصورة طوالي سيف ليها بصيغة البي ام بي. بدنا نستنى نتف صغير عليها. هاي رندر الثانية، نرجع نتأكد. هاي السكند شوت عملنا اياها رندر. هلا بروح على المشهد الثالث، اول ما خلصوا برضه هاي الفاينل، هاي الانتيرير بنفس الاسم نفس الصيغة. هاي السكند شوت حفظ لي اياهم بالملف وين موجود على سطح المكتب باتش رندر. طيب إذا جيت عندي هون حكيت إنه بالنسبة للباتش ريندر تقدر دائما أنت تعمل أكثر من بريست، تقدر إنك تيجي تعمل مثلا إعدادات كاملة متكاملة، بتكون عندي هاي ريزوليوشن مثلا، تيجي تعملها سيف بريست عشان تعملها سيف بريست. هون بتسميها فاينل وغيره، بتحدد الفولدر اللي بدك إياه. يعني جيت مشان أعمل باتش ريندر ورد بعيد ريندرينج باتش ريندر، تضبط كل الإعدادات. هيك بقدر احكي انه يعطيكم العافية. هذا هو كل الموضوع تبع درس اليوم، راح انزله عندي على الجروب، سواء عندي على الجروب هنا راح يتم طرح اكثر من موضوع انكم انتم تيجي تطرحوهم في بوست جديد. اوكي هنا في عندي باتش ريندر او لايرز او بروكسي، التصويت تبعكم كان هنا. بالتالي راح ارد اطرح ان شاء الله كمان مواضيع تانية، بعدها راح اطرحهم على قناة اليوتيوب. هيك بحكي لكم يعطيكم العافية والسلام عليكم.